السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. الكل يشتكي من الأغنية لما نسجلها وأتعب 5 دقايق 10 دقايق أسجلها على السلم الشرقي بالجوابات بالصلوهات، لما يجيني صديقي مطرب أو مغني يبغي يغنيها على -5 -5 -3 -3 تخترب الأغنية. ليش؟ لأن الترانسبوس للحين الشركة ما عملت الترانسبوس انه الشرقي يضبط معاك لما ترفع الترانسبوس او تخفض الترانسبوس. انا الحين حليت لك المشكلة، هاي هذا الحل من عندي. انزين يلا نشوف معاكم الحل. الحل انا الحين سجلت اغنية على السلم الشرقي، خلينا نسمعها معاكم ونسمع الخطأ اللي يصير عندما نستخدم الترانسبوس. نسمع هاي الحين شغال على الشرقي، برفع ترانسبوس، شوف نشاز خاز الشرقي خاز، شوف اخترب معاك هذا الاصل. انزين الحين شو الحل؟ الحل انك انت تسجلها عادي. انزين بعد ما تسجلها ميدي تروح تسجلها في الكيبورد اوديو، تسجل الاغنية اوديو، تعمل لها ريكورد اوديو، وكلكم تعرفون الطريقه كيف يعني تسجلونها اوديو. بعد ما تسجلها اوديو يا يعني انك تنقلها على الفلاش ميموري، عندك انك تنقلها على الفلاش ميموري وتحولها على الكمبيوتر على الموبايل، او عندك النوع هذا يجيك على طول فلاش ميموري مع نهايه الموبايل اللي انت عندك سواء كان ايفون او سامسونج، تخزنها في الفلاش ميموري وتروح تنقلها على الموبايل عندك. الحل الحين انا نقلت الاغنيه في الموبايل، هذا الحل ان انا اسوي لك اياه عشان يعني اوفر عليك التعب. تنزل اي برنامج يسمونه مغير سرعه الموسيقى، انا نزلت هذا في الجوجل بلاي، واللي عنده ايفون اكيد بيلقاه. لازم تغير برنامج مغير سرعه الموسيقى، موبل فاست يغير اللي هو ترانسبوس بمثابه ترانسبوس. نفتح الحين البرنامج، هاي البرنامج اغنيتنا وين؟ هذه اغنيتنا، تختارها، تختار الأغنية، شوف تفتح معاك الصفحة هذه، في عندك فوق هنا درجة الصوت وفي تحت عندك الإيقاع، يعني تقدر تغير الترانسبوس -12 و-12، وكذلك الإيقاع. إذا شفت مثلا وأنت تغير، وأنت تغير مثلا درجة الصوت شفت الإيقاع عندك يعني بدأ يسرع أو بدأ يضبط، تقدر بعد تضبط معه. الحين نسمع الأغنية، هاي الستاندرد، هاي أغنيتنا، اسمعها. تقدر الحين تغيرها من بحطها -3، اسمع هني انت تقدر تعطي المغني اللي بيغني على اي طبقة يباها، شوف الحين راح تنقص بالطريقة هاي، تنقص والسلم الشرقي ما زال معاك، شوف هذا السلم الشرقي ما زال معاك، لاحظ شوفه مرة ثانية بعد، هاي -2. الحين شوف عندك مثلا سوى بطيء الايقاع، تقدر تسرع الايقاع، شوف وما زال فوق -2. فهذه الطريقة الوحيدة انك انت تحفظ اغنيتك بال، تعمل ترانسبوس على حسب المغني الدرجة اللي باها، وان الشرقي عندك يكون مثل ما هو. دور لك اي برنامج مغير سرعة الموسيقى، بعد ما الحين خزنيته وسويته ومثل ما راويتك، تروح تعمل لها سيف، سيف الاغنيه، تشوف حفظ المسار المعدل على حسب التعديل اللي سويته، تحط لها اسم بعد تبا حسنا. بعد ذلك تخزنت الاغنيه عندك في الموبايل، عقب تقدر انك انت ترسلها حق صديقك عن طريق الواتساب بالتعديل على حسب صوته، ويغنيها على الستيج، يغنيها على ما يبغى، وحتى هو يقدر عقب عن طريق الاغنيه اللي انت مطرشنها بعد يقدر هو يدش على نفس البرنامج ويغيرها على حسب اللي يبغى على كيفه. وشكرا مع معلومه جديده.